عماني يصارع الموت في أثيوبيا. هلا معكم علي. وبداية أرجو منكم ضغط اللايك والسبسكرايب، ولا تنسوا دعم القناة دائما وأبدا، وتابعوا القناة مع محبينكم، وعلموا اللي ما يعرف عن القناة وعني، خبروه عني شوية، وخبرونا في إنسان جالس يبقبق ويلعلع عشانكم يا مواطنين. حسوا فيه أقول ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة، وهذا كلام مقتبس من نيلسون مانديلا. ف let's go. طبعا على كثر القرارات والخطط اللي وضعت من قبل الحكومة التعيسة، لكن ما زلنا نشوف أن العماني يعاني من شح الوظيفة والسجون وقلة الحيلة وغياب العدالة الاجتماعية وغياب المصداقية والشفافية عند مؤسسات الدولة. وعلى طاري مؤسسات الدولة، أخبار التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالي، وليش يا عمي ما تخبرنا عن تفاصيل هذا التقرير؟ يعني 179 تقرير، في ملاحظات وفي أشياء تفاصيل إحنا ما نعرف عنها، وما أدري يعني ما من حقنا أن نعرف، سبحان الله. والغريب أن البعض راضي على هذا الوضع. يا إلهي، وين إحنا رايحين يا الربع بالبلد؟ وين؟ ولا تجينا هذه حليمة بولن اللي صراحة كأنها زطية، يعني ناسية أو ضاعت شنطتش في المطار، وهذا شيء عادي يحصل معاه ويحصل مع أي واحد متعود على السفر، شيء طبيعي وروتيني. يعني ما في داعي أنك أنت تكوني سوقية وتعلنينها يعني كذا في الملأ، انسرقت ولا ضاعت شنطتي في مطار مسقط، يعني ما له داعي أبد. السليبرتي يا حظي. وبعدين جيتي سبحتي في الذهب لين ما غرقتي، والمواطن مسكين وعلي ما عنده شيء يعيش عليه وتعبان، والحكومة خبر خير ما حاسة فيه. من يحس فيك يا مواطن ترى؟ غير انك انت تبدأ تتكلم وتقول كلمة الحق بدون ما تخاف يا المواطن، لان ترى ما تبغى تقابل اولادك بكرة وتقولهم انا اسف لاني خذلتكم. والله يعين عمان والشعب عمان على هذا المستبد والاستبداد اللي عايشين فيه نحن. صراحة الوضع خرافي، مؤسسات ما هي مؤسسات، لا مصداقية، لا إعلاميين، لا برلمانيين مثل الناس، كلها خربطة. ويجيك المثقف نفس الحالة يلعب على الوترين، سبحان الله. وآخرتها ويش؟ آخرتها ويش؟ من بيسعف المواطن في معاناته؟ واليوم هذه قضية وقصة لازم نحن نوقف عندها ونفكر. إذا أبو أحمد هذا اللي بتكلم عنه اليوم صار له ما صار له، فما بالك أنت؟ يعني تفكر ما بيصيبك مثل ما صاب أبو أحمد وغيره وغيره؟ للأسف الأنانية هذه والفردانية وين بتوصلنا يا جماعة؟ وين بتوصلنا؟ اللهم نفسي نفسي، كذا تبغى تعيش؟ لا والله، هذا عقل؟ منطق؟ معقولة؟ سبحان الله. ولكن ما علينا، ترى الطبل يبقى الطبل حتى لو لمعته وطبطبت عليه ونظفته وسنعته، يبقى للأسف طبل. عمان تحتاج منا موقف شجاع، ونحتاج ان نكون احرار ونتوحد ونقول كلمة الحق وما نخاف. ليه متى بتخاف؟ ليه متى؟ ترى الخراب جاي، يعني سكوتك ما راح يغير الشيء. الخراب جاي، سكوتك راح يعمق الضرر فقط. تتوقع ان المستبد بيقدم لك بيسوي لك؟ لا،
لين ما توقف وقفة وتفهمه ترى أنا أتفاوض معك يا مستبد، غير كذا ما بيفهم ولا تحاول إنه بيحس فيك وفي مشاعرك يا مواطن. صدقني البلد وين رايحة يا جماعة لما يتحفنا قرار وزاري مثل هذا بعدم نشر وقائع المحاكمات وما يجري في الأروقة وخلف الكواليس والظلم اللي صار في محاكمنا هذا وقضاءنا الفاشل. آخرته ويش؟ ويش آخرته؟ وين تتوقع نحن رايحين يا مواطن؟ بالله عليك شوية عقل، وين تتوقع رايحين؟ وأخيرا يا وزير العمل، ترى ما باغي نغلط عليك ولا نبغى يعني نجيبك كل ساعة في لساننا، ولكن ترى تصريحاتك ترى خرافية الفترة الأخيرة، مرة توعد ومرة تقول بنحاول نوفر وظائف، ومرة تقول وفرنا والناس ما عارفة والناس تخبي والناس يعني ناكر الشيء، بس لما نشوف حوالينا ناس تعبانة وناس مسرحة وناس ما محصلة وظائف ما أعرف وش أقول لك صراحة. ما باقي إلا نضربك بالنعال يا أخي، لأن تصريحاتك قوية قوية عمي، خصوصا في هذا الوضع ما معقولة يعني، ولكن الله يعين. ما علينا، خلونا الحين في موضوع حلقتنا اللي هو العماني أبو أحمد اللي صارع الموت في إثيوبيا. وهنا نجي لقصة أبو أحمد، مواطن عمره 46 سنة، بعد ما كان ميسور الحال ويملك شركة توريد، تراكمت عليه الديون واستنزف كل فلوسه وإمكانياته لسداد ديونه، ولم يفلح في سداد ديونه كاملة، ودق أبواب المحاكم وجلس يدق باب ورا باب حتى تمكن من سداد بعض ديونه، ومن ثم قرر الهجرة إلى إثيوبيا بحثا عن مصدر جديد للرزق، وهناك انشأ شركة مختصة في توريد قطع غيار السيارات. طبعا داهمته كورونا، وجات من بعدها الاحداث اللي حاصلة حاليا في اثيوبيا من الحكومة وصراعها مع مجموعة التجراي. وفي مارس الماضي يصاب ابو احمد بفشل كلوي وهو في اثيوبيا، ومن مارس الماضي بدأ يدق الأبواب سعيا للحصول على مساعدات. طبعا ما نكر أن ساعده السفير السابق جاسم السعدي، ولكن بعد ما تغير الطاقم ما عاد حد يساعده. وصل رسائله إلى وزيرة التنمية وإلى عدة جهات مثل ما أنتم تشوفوا قدامكم، وإلى أيضا وزير الخارجية، وما حد معودنه ولا حد يكلمه. وأنا مستغرب إذا كان هذا المواطن كذا نحن نتعامل معاه وما نراعي حالته، بغض النظر عن عنده ديون ولا ما عنده ديون، هذه ما قضية يعني، هذا شأن ثاني، ولكن كونه مواطن وبرع ولاجئ ويطلب المساعدة من غير، وبلده غنية وعندها إمكانيات أن تساعده، فهذا صراحة ضرب من الخيال. وأتمنى أتمنى أتمنى أن في رجال حقيقيين في عمان من أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير والجهات الرسمية والمؤسسات كلها أن تساعد وتوقف جنب هذا الإنسان اللي يعاني الحين معاناة ما طبيعية، وكل يوم والثاني تزيد عليه الآلام والوضع يسوء وماديته ضعيفة جدا ترى. وما بغيت أظهر يعني اسمه كامل حتى تتواصلوا معاه، وبحطنا عناوينه في هذا البوست اللي انتو تشوفوه قدامكم، ممكن انتو تتواصلوا معاه أو مع أخوه ذياب على هذا العناوين اللي قدامكم والأرقام. وأتمنى أتمنى فعلا فعلا تتم معالجة حالته. طبعا وضعه وصل إلى مراحل صعبة وإمكانية رجوعه إلى عمان صعبة، حيث أنه إذا رجع بينحبس، ومسألة الديون هذه لازم نشوف لها حل يا جماعة، لأنه ما يصير يعني نحبس الناس وما نراعي ظروفهم ولا نراعي عوائلهم، يعني ياما قضايا والسبة أشياء مادية، وفي الأخير مضرر الإنسان هذا. إنزين إذا سجنته وين بتوديه؟ وش بيسوي يعني؟ مين بيدفع له؟ شيء غريب يعني،
والمشكلة ان الكل ساكت على هذا الوضع، لا حد يتكلم في مجلس شورى، لا انسان قانوني، حتى لا انسان يخاف الله يتكلم عن هالامور، ولا انسان عاقل يعي ان هذا وضع جنوني معقولة وراضين عنه، ومع هذا الحكومة المجنونة اللي قست مشينا وما محصل احد يكلمها، طبيعي بتسوي اللي تية تبغى. وخوف، خوف مش كلمة ملكنا، خوف متى بنخوزة. هذا الخوف صدقني ما بيعالج، بيزيد الموضوع سوءا، تأكد من هالشيء أخي المواطن. أبو أحمد يحتاج 3 جلسات غسيل كلي أسبوعيا، كل جلسة تكلفة $60 بالإضافة إلى الأدوية وبالإضافة إلى السكن والإقامة. كل هذه الأمور جالس هو يتحملها وحده إلى الآن، وظروفه المادية جدا صعبة. وهنا أطالب الحكومة وأصحاب الأيادي البيضاء مرة أخرى والمرة المليون، والمؤسسات الخيرية وكل المؤسسات اللي تواصل معها أبو أحمد من وزارة التنمية، مثل ما تشوفوا تواصل مع ليلى النجار، وتواصل مع بدر بن حمد وزير الخارجية، وتواصل مع عدة جهات مثل ما أنتم تشوفوا قدامكم في الشاشة، وللأسف ما حد تجاوب معه. وتساءل لو أنا كنت مكانه بتسووا بي نفس الشيء عقب وش قيمة المواطن عندكم يا أصحاب القلوب الطيبة، يا أطيب شعب في العالم، وش قيمتي أنا كمواطن عندكم؟ خبروني. والله يرحم والديكم ويجزاكم خير لكل من يهب ويساعد أبو أحمد في أزمته. وما ينكر أبو أحمد أنه تمت مساعدته سابقا، ومثل ما أسلفت من السفير السابق، ولكن انقطعت تلك المساعدة، والحين يطالب بأن تنصرف له مساعدة على أساس أنه يكمل علاجه، لأن ما معقولة هذا لاجئ ويطلب الآخرين. عماني دولة غنية وابن الوطن يتغرب يتبهدل وخايف أنه يرجع يسجنوه، ومريض فشل كلوي. تخيل نفسك مكانه يا مواطن، تخيل نفسك مكانه. طبعاً أبو أحمد ما عنده خيار إلا أنه يتلقى مساعدة ويكمل حياته طبيعي بعد ما يتعالج ويتلقى العلاج المطلوب. رجوعه لعمان هلاكه، يعني يا يسجن يا يتبهدل، ما بيخلوه يعني. وانتو تعرفوا الحكومة التعيسة يعني. وأخيراً أقول لك يا مواطن، عش حرا ولا تخليهم يضحكوا عليك، وحان وقت الإقلاع. ولكن عندي رسالة على كل واحد أسألي وأريد يفهم هالكلام زين، وتحياتي باي. What I mean, what I say, and I say what I meant, my nigga. I'd rather be judged by 12 than carried by 6, my nigga.